عجانات ميانتا حازت على ثقة المستخدمين بدرجة كبيرة، وتقوم بتوفير الوقت والجهد على ربة المنزل، وتوفر موديلات مختلفة بأسعار مرتفعة ومنخفضة حتى تقوم باختيار النوع المناسب. وهنتعرف موضوعنا النهاردة عن مميزات وعيوب وأسعار عجانات ميانتا ونصائح قبل شراء أي عجان. بالنسبة لمميزات عجانات ميانتا، 1- عجان ميانتا يتوفر به 5 سرعات مختلفة وخاصية التشغيل المتقطع. 2- يمكنك غسل الملحقات الموجودة بالعجان في غسالة الأطباق بسهولة. 3- وعاء العجان وأيضا أسلحة العجان مصنوعة من مادة الستانلس ستيل المقاوم للصدأ. 4- مراكز صيانة توفرها الشركة وموزعة في جميع المحافظات تصل إلى صعيد مصر. 5- يتميز عجان ميانتا بالقدرة العالية على إنجاز العجن في وقت مثالي، مما يوفر الوقت والجهد. أما عن عيوب عجانات ميانتا، 1- ارتفاع سعر عجان ميانتا مقارنة مع باقي العجانات الأخرى. 2- ارتفاع صوت التشغيل بشكل عالي، لذلك يشتكي منه بعض العملاء. 3- بعض الأنواع الهيكل الخارجي بها مصنوع من مادة البلاستيك، مما يجعله سهل الكسر وضعيف. 4- عجان ميانتا 1200 واط غير ثابت ولا يعمل بشكل مثالي أثناء الاستخدام، لذلك يشتكي منه بعض العملاء. 5- عجان ميانتا 300 واط و450 واط قوة الموتور به ضعيفة، مما يجعله غير قادر على العجن الثقيل والعمل الشاق، ويستخدم في العجن الخفيف فقط. 6- عجانات ميانتا تأتي بموديلات مختلفة من حيث التصميم والسعر، فبعض الموديلات بلاستيكية تبدأ بسعر 750 جنيه، وبعض الموديلات من المعدن تصل إلى 6000 جنيه، دون توفر منتجات وسطية تحمل مميزات من الجانبين. هنتكلم عن أفضل وأحدث عجانات ميانتا في السوق وأسعارها. عجان ميانتا بلاستيك بوعاء بسعر 1700 جنيه. عجان ميانتا 300 واط لون أسود بسعر 799 جنيه. عجان ميانتا 300 واط لون أسود بسعر 740 جنيه. عجان ميانتا ستانلس ستيل لون أحمر بسعر 5249 جنيه. عجان ميانتا بلاستيك بوعاء 450 واط بسعر 1700 جنيه. عجان ميانتا كيتشن ماشين 1200 واط بسعر 5999 جنيه. عجان ميانتا كيتشن ماشين 1200 واط 6 لتر بسعر 5990 جنيه. عجان ميانتا ستاند 1200 واط ستانلس ستيل بسعر 4999 جنيه. عجان ميانتا ستانلس ستيل 1200 واط لون فضي بسعر 6650 جنيه. نصائح قبل شراء عجان كهربائي وبعض المواصفات البسيطة. 1- اختيار عجان بقوة محرك عالي حتى تتحمل المهام الشاقة عند الاستخدام. 2- اقتناء عجان ذات صوت منخفض، لأن بعض الأنواع تصدر صوتا عالي طول فترة الاستخدام. 3- يجب أن تحتوي العجان على سرعات متعددة حتى تساعدك في صناعة مختلف أنواع المخبوزات. 4- شراء عجانة بها ملحقات متعددة
حتى تتمكن من صنع كافة المخبوزات ومختلف جميع أنواع العجين. 5. اختيار ساعة العجانة المناسبة قبل الشراء. كل ما عليك تقييم الحجم المناسب حسب طبيعة استخدامك في المطبخ. طريقة استخدام العجانات الكهربائية. 1. نقوم بوضع المواد الجافة أو المواد التي سوف نخفقها أولا. 2. نضيف السائل بالتدريج إلى أن يتكون لدينا قوام العجين التي ترغب به. 3. نستخدم السرعة المناسبة للخفق بناء على نوع العجين، فيمكنك تغيير السرعة من مؤشر السرعة الموجود بجانب الجهاز. 4. حرف كي الموجود بجانب مؤشر السرعة يدل على عجن العجائن الخفيفة مثل عجينة الكريب والفطاير والقطايف وغيرها، أما حرف إل فيدل على عجن العجائن الثقيلة مثل عجينة الخبز والمعجنات وغيرها. هنتكلم عن أجزاء العجانات الكهربائية. 1. مطحنة الحبوب، تستخدم في طحن البهارات والحبوب الكاملة. 2. مضرب السيليكون، ويستخدم لخفق العجائن الخفيفة كعجائن اللقيمات أو القطايف أو الكريب. 3. إبريق الخلاط، ويستخدم لتجهيز العصائر بشكل عام وطحن الشربات وعمل المايونيز وغيرهم. 4. مضرب التقليب، وهو من أثقل أنواع المضارب المعدنية وزناً، ويستخدم في تقليب المواد داخل وعاء العجانة قبل وأثناء عملية العجن. 5. أداة فرد العجين، تستخدم هذه الأداة في فرد ورق العجائن الثقيلة مثل فرد عجينة الفطائر والمعجنات والسمبوسك والجلاش. 6. مضرب العجين، وهو على شكل حرف S، ويستخدم في عجن ودعك العجين جيدا أثناء تحضير العجائن الثقيلة كعجينة الخبز أو الفطائر أو عجينة الكبة. 7. محرك العجانة، وهو أكبر قطعة في الجهاز ويشكل جسم العجانة، وله قاعدة سميكة يرتكز عليها الطبق المعدني الرئيسي الذي تخلط فيه المواد الغذائية. 8. وعاء معدني، وهو وعاء مصنوع من معدن الستانلس ستيل، ويأتي بأحجام مختلفة بحسب حجم العجانة نفسها بحيث يستوعب كافة المواد التي توضع فيه للخلط أو للعجن. 9. مضرب شبك، وهو مضرب معدني كبير الحجم، ويستخدم في حالات خفق الكيك والكريمة وبياض البيض، وذلك لقدرته على إدخال كمية كبيرة من الهواء للعجينة أثناء التقليب. 10. مفرمة اللحم، وتستخدم لتقطيع وفرم اللحم بحسب الغرض من استخدامها، كما أنها تساعد على عجن عجينة الكبة وتشكيلها، بالإضافة لإعداد أنواع من اللحوم الباردة كالهوت دوغ والنقانق. 11. وعاء صناعة الآيس كريم، تستخدم هذه الأداة لصناعة الآيس كريم بشكل خاص، ويتكون من وعاء مغلف بطبقة عازلة لتبريد مكونات الآيس كريم ومنح القوام المناسب، ومضرب خفق لخفق المكونات حتى تتجانس مع بعضها، وغطاء شفاف لحفظ المكونات فيما بعد في الفريزر. ودي كل المعلومات عن عجانات ميانتا، وطبعا تعرفين الأسعار بتختلف ما بين وقت والتاني خلال العام. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واعملوا اعجاب ومشاركة علشان يوصل لكل الناس عشان يستفيدوا. تابعونا على الموقع الرسمي للقناة على جوجل، والرابط هتلاقوه أسفل الفيديو. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.